السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تفوزين بالزوج الصالح؟ طبعا المقطع ده يهم كل بنات المسلمين. اللهم زوج بنات المسلمين وزوج شباب المسلمين وارزقهم بالذرية الصالحة، اللهم أمين. قولوا أمين. كثير من الأمهات بتقول والله أنا مش عارفة، بنتي ما شاء الله جميلة ومتعلمة ومتخرجة ومتجهزة ولا ينقصها أي شيء، لكن ملهاش حظ في الجواز، كل لما يجي لها عريس يمشي، وكل لما نتفق على حاجة نختلف بعد ذلك، وكل النساء في الغالب يعني كل الأمهات في الغالب بيذهبوا إلى شيء معين اللي إيه؟ إن بنتي إما إنها محسودة أو معمول لها عمل أو مسحورة عياذا بالله. لكن الحقيقة يا جماعة الأمر بخلاف ذلك، ما فيش حد في الدنيا يقدر يمنع أي خير عن بنتك. لو ربنا مقدرها تتجوز حد هتتجوز رغم أنف الدنيا كلها. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل شيء بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا بد ان احنا نؤمن بالقضاء والقدر. لما يجي لها نصيبها ان شاء الله اكيد يعني هيتجوزها ان شاء الله، واكيد ربنا هيتمم الامر. وانا عن نفسي بقول لكم والله لان تبقى الفتاة بلا زوج افضل عندي 1000 مرة من ان تتزوج رجلا فاسدا يفتنها في دينها ويخرجها من دائرة الالتزام، ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن انا عموما برضو عشان ذكرت لكم الداء لابد ان اذكر الدواء والعلاج، فانا هقول لكم على بعض الاشياء، وده من باب الاخذ بالاسباب. لكن بناخد بالاسباب واحنا جوانا يقين من ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر الا بامر مسبب الاسباب. فرقم واحد لو عايزين بناتكم تتجوز، رقم واحد الاستعانة بالله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. استعينوا بالله، اطلبوا من ربنا. رقم اتنين الدعاء في جوف الليل. قوم يا امي وقوم يا ابي، ربنا يحفظكم. قوموا بالليل في جوف الليل وصلوا ركعتين كده لله وادعوا ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرزق بنتكم بالزوج الصالح. رقم ثلاثة كثرة الاستغفار. يمكن العياذ بالله الواحدة ممكن تكون محرومة من الزواج لان الزواج رزق، وممكن يكون عندها ذنوب هي اللي منعها من هذا الرزق، فكثرة الاستغفار بفضل الله تجلب الرزق. فقلتوا استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. طيب البنين هيجوا ازاي؟ من الجواز. يبقى اذا الاستغفار من اعظم اسباب الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم اربعه الدلاله على الخير، ان الناس يدلوا على بنات الناس. يعني انا مثلا اعرف ان ليا جار عنده بنت ما شاء الله متعلمه ومحترمه ومتدينه، ادل الناس. واحد عايز يتجوز اقول له والله عندي ما شاء الله جاري عنده بنت ما شاء الله ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين، بس لازم نكون امناء نقول يعني ايه ما فيها ولا نقول ما ليس فيها. يعني ما نقولش انها ما شاء الله متدينه وانا عارف انها ما بتصليش، ما اقولش انها محجبه وهي متبرجه، لا اقول اللي فيها بالظبط بفضل الله. رقم خمسه الولي نفسه يجوز له ان يعرض ابنته على الرجل الصالح كما فعل عمر بن الخطاب حينما عرض حفصه رضي الله عنها وعن ابيها، حينما عرضها على ابي بكر وعلى عثمان. فهذا امر لا شيء فيه ان انت تعرض ابنتك باسلوب مهذب وراقي على الرجل الصالح. رقم ستة ان يعني اهل البيت كلهم البنت والاب والام يحافظوا على المعوذات ويحافظوا على اذكار الصباح والمساء ويحافظوا على ورد القران وعلى الصلاه وعلى العبادات وعلى كل شيء يقربهم من الله، فكل هذا من اسباب الرزق. اسال الله عز وجل ان يزوج كل بنات المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.